اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. زي ما حضراتكم شفتوا دي فرص النادي الاهلي. الحقيقه انا مش قلقان، يعني سبحان الله دايما في ظل هذه الظروف الصعبه وفي ظل هذه الامور الناس بتبقى قلقانه، ولكن عشان زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، يعني ياما عدت على الواحد ظروف زي دي، وعلى ياما عدت على النجوم الكبيره اللي هتبقى معايا بعد قليل مثل هذه الظروف. يظل دائما النادي الاهلي بجمهوره ولاعبيه وجهازه الفني ومجلس ادارته، دايما بقول الاول الجمهور لانكم انتوا الاساس. ف كل المنظومه دي يا جماعه في النادي الاهلي صدقوني، يعني واللي انا من الاتصالات اللي الواحد عملها من امبارح للنهارده او من بعد ما وصول لعيبه الفريق لارض الوطن سالمين الحقيقه، وطريقه الكلام واسلوب الكلام مع اللعيبه، الواحد لما بيسمع الناس وهي بتتكلم غير لما بتشوف المباراه. لما بتسمع الناس وهي بتتكلم بتعرف قد ايه ان الناس دي او اللعيبه دي والجهاز الفني خايفين قد ايه على زعل حضراتكم وعلى اسم النادي الاهلي، على اسم النادي الاهلي الاول طبعا، وعلى زعل حضراتكم، لانه في النهايه انتوا الاساس في كل شيء. وانا اسف ان انا بأكرر هذه الكلمه كل شويه، ولكن صدقوني الفتره اللي جايه مش محتاجه حاجه في الدنيا غير جمهور النادي الاهلي. فريق اول في كره القدم محتاج جمهور النادي الاهلي، فريق اول في كره السله محتاج جمهور النادي الاهلي، فريق اول او قطاعات الناشئين بالكامل في كره الهاندبول مثلا او كره اليد محتاجين، مش محتاجين غير حضراتكم. صدقوني دعم الجمهور النادي الاهلي خلال هذه الفتره تحديدا، بعد كده بقى هترجعوا يعني تفرحوا اكتر وتتبسطوا اكتر خلال الفتره اللي جايه. لكن ان شاء الله فرحه جمهور النادي الاهلي تبقى دايما متواجده، وان شاء الله دعم جمهور النادي الاهلي للاعبيه ولجهازه ولكل الاجهزه وكل اللاعبين. انا اتكلم انا اليومين دول تحديدا تلاقوني مركز جدا مع الجمهور، لانه اليومين دول تحديدا النادي الاهلي ومجلس ادارته ولاعبيه وجهازه الفني في كل الالعاب مش محتاجين غير حضراتكم. ومش اليومين دول بس، بيني وبينكم هو دايما حضراتكم بتبقوا واقفين في ظهرنا. فعشان كده انا بقول لحضراتكم من فضلكم دعم كامل ومثاليه كامله في الدعم. يعني ايه مثاليه كامله في الدعم؟ يعني لو قرر في يوم من الايام ان يكون هناك عدد معين من الجمهور في مباراه، عايز حضراتكم اي حاجه اعملوا اللي انتم عايزينه، ولكن شجعوا فريقكم، شجعوا فريقكم فقط. مش عايزين ندي لحد فرصه ان هو يتدخل ويمنعنا من اهم حاجه لينا كنادي اهلي، اللي هي حضراتكم، اللي هي جمهور النادي الاهلي. فالمثاليه في التشجيع، شجع فريقك. المناكشات والمناوشات اللي حضراتكم عارفينها، اللي هي الحاجات البسيطه ما بين الانديه، دي حاجات بسيطه وعارفينها، كلنا بنسمعها وكلنا بنشوفها في كل ملاعب العالم. ولكن المثاليه في التشجيع والمثاليه في الاداء والمثاليه في دخول الملعب والخروج من الملعب، هو ده اللي بيقول ان جمهور النادي الاهلي او هيفضل جمهور النادي الاهلي موجود خلال الفتره اللي جايه. بعثه النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم وصلت القاهره قادمه من تنزانيا في عصر اليوم، ولا سارتي بيمنح لاعبي النادي الاهلي راحه من المران اليوم. زي ما حضراتكم عارفين تعب ورا تعب ورا تعب، اللعيبه محتاجه تروح تريح، مش محتاج تعمل اي حاجه في حياتك غير ان انت تروح تقعد على السرير وتاخد ولادك جنبك وتقعد تلعب معاهم وانت في السرير، ما تعملش حاجه تانية، لانه انت مش محتاج حاجه غير ان انت تريح نفسك كويس قوي خلال هذه الفتره. وبالتالي لاسارتي بيمنح لاعبي النادي الاهلي اجازه من او راحه من المران اليوم. وبرضو زي ما قلت لحضراتكم في بدايه كلامي، وزي ما سمعت من اللاعبين، ان خلاص قفلوا اللي فات، قفلوا مباراه سيمبا بمساوئها بايجابياتها لو في ايجابيات، في كل حاجه طبعا فيها ايجابيه وايجابيه كبيره جدا، وهتكلم مع ضيوفي الكبار ان شاء الله اللي متواجدين معايا بعد قليل، النجم الكبير الكابتن فتحي نصير، والنجم الكبير الكابتن ماهر همام، والنجم الكبير الكابتن ابراهيم عبد الصمد. ان شاء الله النجوم هتكون معايا بعد قليل في الجزء الثاني من هذه الحلقه. هنتكلم فنيا عن المباراه الافريقيه، مباراه سيمبا، وعن كيفيه الاستعداد لمباراه الانتاج الحربي، وهنتكلم عن مباراه الزمالك الحقيقه، لانه للاسف الشديد انتهت مباراه نادي الزمالك بالتعادل الايجابي ما بين الفريقين. نادي الزمالك بيمثل مصر في هذه البطوله، وبالتالي
بالتعادل الايجابي ما بين نادي الزمالك طبعا وما بين نصر حسين داي بهدف لكل فريق. يعني طبعا نتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك في المباريات القادمة. هنتكلم عن كل هذه المباريات وهنتكلم فنيا اكتر النهارده شويه، نغوص بقى في اعماق التحليل الفني النهارده، شويه كلام فلسفي النهارده فنغوص في اعماق التحليل الفني مع كباتننا الكبار علشان نعرف ايه اسباب الهزيمه وكيف يستعد النادي الاهلي لمباراه الانتاج الحربي يوم السبت القادم. سعد سمير بيخضع لفحص طبي وفرص مشاركته امام الانتاج قويه، نتمنى له يا رب كل التوفيق. ولاسارتي قال ان الاهلي تاثر بالرطوبه في تنزانيا وفرصتنا كبيره في التاهل، ما عندناش قلق ان شاء الله، ان شاء الله ما عندناش قلق من التاهل، ولكن قلقنا من الشكل اللي حصل في هذه المباراه، هنتكلم عنه كتير بعد قليل. طيب دي كانت أخبارنا النهاردة، خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هستقبل نجوم ملعب الأهلي في حلقة اليوم، كابتن الكبير الكابتن إبراهيم عبد الصمد، الكابتن الكبير الكابتن فتحي نصير، كابتن الكبير الكابتن ماهر همام. اعذروني لو الأسماء مين الأول ومين الثاني، لكن كلهم كباتنا وعلى دماغنا من فوق.